ايه العيله الزباله اللي انت مناسب منها دي؟ ما تحترمي نفسك. لا انا نفسي محترماها كويس قوي. الدور والباقي بقى على المدام اللي فضحتها هتبقى بجلاجل بعد شويه. ما قالتلكش انها اكتشفت ان اخوها بيلعب قمار؟ ما قالتلكش طبعا، خفت على سمعتها وبرستيجها. جبت الكلام ده منين؟ اسالها لو ما كنتش متاكد هتقولك ان هي اكتشفت ان اخوها بيلعب قمار. مش كده وبس، ده كمان مصاحب بنت كده وعايش معاها. اديك التيتا الكبيره بقى، البنت كمان حامل منه ومحدش يعرف غير امين. ايه لأي كلام اللي انت بتقوليه ده؟ بتخرفي؟ عيب عليك، انا عمري قلت لك حاجه طلعت غلط؟ طب هديك اماره، مش هي امبارح راحت تدي اخوها فلوس شكت فيه وطلعت وراه فوق، لقت الشقه دي فيها ترابيزه قمار ورجاله بقى وستات وهيصه. وانت مين اللي قالك؟ يا حبيبي انا ليا مصادري، ليا عيون في كل حته، الناس بتجيب لي الاخبار لحد عندي وانا قاعده حاطه كده رجلي على رجل. بقولك ايه، انا عايزاك تقول لها ان انا عرفت وان انا هشرد لها في كل حته وهخليها ترن، حكيم انا احبها وعزها قوي. هو انا قلت لها ما تشتغلش؟ هي اللي عايزه تقعد في البيت وتقضي الحياه اونلاين. يعني انت ما عندكش اي مانع انها تشتغل؟ ما عنديش مشكله خالص، ما انت اهو بتشتغل واخده وضعك، عمرك ما قصرت في البيت ولا قصرت مع زياد. ايه يا زياد؟ ما ترد عليه. احنا مش قلنا هنتكلم بعد الاكل؟ وانت يا شيري عايزاه يرد عليك يعني يقول لك ايه؟ يعني يقول لك اه اصلا جميله مقصره مثلا؟ لا طبعا يا بنتي مش قصدي كده خالص. شفتي دماغها هنا مفيش اي حاجه خالص، وترجع تقولي ما بتكلمنيش ليه؟ قاعد ساكت ليه؟ واحده كل كلامها في الفساتين والجزم والسينيهات واعياد الميلاد، اكلمها في ايه دي؟ عمرها ما كلمتني في حاجه مفيده. وانت عايز يعني اتكلم معاك في ايه؟ في السياسه مثلا؟ في ايه يعني لما نتكلم في السياسه؟ ولازم كل كلامنا عن الفساتين واعياد الميلاد والشنط والجزم؟ ما بتشوفيش جميله وهي بتتكلم بتبقى عامله ازاي؟ مش صاحبتك دي؟ اتعلمي منها. ايوه هشام، بس كل واحد ليه اهتماماته، يعني انا غير شيري، وبعدين هي مش مطلوب منها انها تذاكر سياسه عشان تقعد تتكلم معاك فيها. انا والله ما عنديش استعداد اتناقش في الجزم والفساتين. يبقى تسكتوا انتوا الاثنين وتلموا الدور وتسمعوني. انتوا لازم تتصالحوا، وبعدين على فكره انت متجوز واحده اي حد في الدنيا يتمناها، هي ما فيهاش غير عيب واحد بس، انها رويتر. مدام في حد واقف بره على الباب وبيقول ان هو محضر وعايز حضرتك. رايحة فين؟ اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.